سلام البنات، ها هي كملات. قولي كيف جاتكم؟ هي هي واش ديالها كيف جا؟ هي البنات السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان معكم. هان ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه ان شاء الله. اش تعودوا اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد البيجامه سهله تفيد. هذه ماشي ملح، خيط في الملحف، هذا ماشي ديال الملحف البنات، هذا خيط صراحه زوين طايح. وعارف ان شاء الله نوريكم كيفاش نخدمو. عادي جدا، بيجاما سامبل والشبكه في الستر. هنا البنات كنشكركم كاملين اللي داخلين معايا، كيشجعوني بلي لايك وبالبارطاج وبالكومونتير زوين، كنشكركم من قلبي. كنقول لكم نزيدو شجع اختكم طلع ونديرو الجروب ان شاء الله بسم الله على بركة الله. هادي التبقين ديالكم فرنجة باش نختمها مع هاد الفرنجة، عادية جدا. هيا البنات بسم الله، الكميمات ما هذا الراس ديال لكم نحيدو لكم، نحيدو في واحد السنتيم نكفو بعض الصباح. بسم الله بسم الله، اللهم يسير اللهم يسير اللهم يسير. بسم الله نجيبو الفرنجة ديالنا، نشوفو واش يقنع مطلوباش، نبدلوها باش تعرفي انا كنديري يلا تبداو متعرف شحال غتقدا في البيجامه. انا هذا الموديل، من هذا الموديل كناخد فيه 2 متر ديال الفرنجه. غاتي تعرفي دابا انتي شحال غتحيدي الكميمات، غتسبقي بالكميمات تحيديهم وغتتبعي ليه الثقب ديالكم باش تحكمي في الفرنجة شحال غتخصك وشحال غتهبطي في سميتو في التركيز ديال في الثقب ديال البيجامة. لاحظتي ديما كنسبق لكم الثقب، اليوم لا، نسبق لكم الكميات باش نحكمو شحال غنخلي فيه من الفرنجة. نحيدو هاديكم التاني، هاهو
هذا دابا انت غتحكمي فيه في الثوق ديال البيجامه ديالك، ماشي تهبطيه غتهبطيه بغيتي. المهم انت دابا وشوفي كيفاش غتخدمي البيجامه ديالك. المهم انا هكي كنخدم البيجامه ديالي غير باش نوريكم، سبق لكم باش تحكمي على الفرنجه اللي غتحطي في البيجامه ديالك في القدام. عندي هاد الضفاء القدام كدير له طبطين، ضروري هاد الطبطين ديروها في القدام باش تفيدي ليا الكول ديالي. يعني بسم الله كنحطها لوجه على لوجه باش نرجعها للداخل. ان شاء الله يكون الشكل ديالي مفهوم وواضح. داخل باش يخليني الكل فيني من برا بحال هكا. ندوز عليه بلاصه الصفر باش ندوز عليه الفرنجه ديالنا تكون جافه في الوجه ديالي. كيفاش كيجي كيجي فيني وزوين بسم الله. سمحوا لي البنات وقفت الفيديو نشوف البنات، درت ليه الطبطين، جيت درت واحد التراساج ديال الطباشير هنا باش نعلم الثوق ديال غنهبط فيه الفرنجه ديالي. بسم الله غنمشي نركب الفرنجه ديالي نحطها فوق هذاك عبر الصفاف اللي دوزت الطباشير اللي درت فيها عبار. كنهبط الإبرة، كنهز الصباط، كندور البيجامة ديالي باش تعطيني الوسط ديال التراساج اللي تراسيت. تقدي البيجامة ديالك وغتهبطي الثوق ديالك مزيان. انتي دابا كديري بحال هكا باش تشوفي شغن هبطتي واش باركك. كاين اللي كيهبط 30 سنتيم، كاين اللي كيهبط 40، كاين اللي كيهبط كل وحده كيفاش كتخدم البيجامه ديالها كيفاش بغات تجيها البيجامه ديالها. هاد البلاصه هادي كان غنخلي فيها البرا مخشيه في التوب وغنهز الصباط وندور البيجامه ديالي باش تجيني وكاد الثوق ديالي بحال هكا. البنات شتي كتجي البيجامه ديالنا فينيه وزوينه. نحيدو هاد السبيب مداويني مع الفرنجه هادي هي نبدو داك الطبطين اللي درنا لتحت عندكم تجمع لكم ندوز عليها بنجي الوسط باش بديت غنهبط البرا مخشيه في التوب وغنضرب تاني الكول ديالي باش نكمل السطيل ديال البيجامة. البنات كاين شي صعبة غتقولي شغلت مني أنا ربي ترحمنا وتجيب الشتا، قولي البنات أمين يا ربي. غنمشي غندوز بالفرنجة كاملة ندور عليها نرقدها
هذيك العاود تركبها ودوزي غير بالماكينة باش الجنة ديالي فيني ومكادة. نحط عليه الأمام ندوز عليهم بالماكينة حتى الدوزين كامل تسال الراس نرجع ندير نحط عليه هنا الطبطين ديالي هادشي هي نحطها هنا ركزوا معايا البنات انا راه ركبت لكم الطبطين بوحدها باش تعقلوا عليها فين كتكون ها هي الشين ديالكم ديال الحجم ديالي نرجعها للخلف باش يجيني الفينيسين ديالي بحال هكا غنجي ندوز عليها عبر الصباط بحال هكا غنجي هنا في الخلف باش نربط هاد لا سورجيتي ما كانتنيش في هاد السنتين ولكن هادي ما زربانه ما ساليتش التوب ما كيتنسش اصلا ما سورجيتيش سهينا هاد التقطير البيجامة كتجي على هاد الشكل هاكا شتو البنات دابا نجي نركب الكمامات ديالي كيما العادة ناخد الكم ديالي على النص كنحطو في الوسط ديال الكتف غنمشي عليه حتى نبر الوسط ديال التركيز هيا راس التركيز فين هو هذا
نجمعها في البيجامات ونوريكم الشكل ديالها كيفاش جا. كما العاده غنمشي بكم للتراس ديال التركيز ونخيط. البنات الزرباش كدير مقدار الخيط ديال الزيت في وقت الخيط ديال الماكينه البنات غنجي نجمعها من الجناب وحنا سالينا البيجامة ديالنا يكون سهل. نراقب لتحت ديال البيجامه الجاي ديال البيجامه واش مقادين ليا ولا لا. ها هو مقادين البنات نيتكم غنضبط واو من كانت ونزيد الكانت نحكم الكانت ديما ديال الكانت الاحتياطي عمري جوج حطيهم باش يحطو في القياسة ما يشربش. ديما التوب ديال الخيط ديما ديرو في الماء داز في الماء ما جا طويل ولا شي حاجة عاودو غطسو في الماء الا لا درتو في البيجامة غطسوها في الماء عاد تنقصوها. Yeah.
كترجع هاد التخفيفه صعيبه البنات باش هاد الفينيتي يدوز عليها واش هاديك ديجا ما تصرح؟ لا حبيبة ديالي ما عنديش ما تخيش يكون عندي قطيطنات صغار جيلي لبات صغار اللي جات ما كتبقاش عندي قال الناس ديت واحد ما كتصفقش غنفينيو ها البنات ونعلقها في المانكا ونرجع نوريها لكم وقولوا لي كيف جاتكم